لا وقتي ولا لياقتي ولا صحتي النفسية ولا البدنية مستحملة ترم تاني يا جماعة. أنا أهو بسجل اعتذاري وبقول للترم التاني أنا مش هقدر أكمل معاك، هقول له كل الكلام اللي ممكن الرجالة كلها تقوله لأي ست عشان تخلع منهم. أنا عندي ظروف، عندي ظروف تمنع إن أنا أكمل الترم التاني. مش عارفة مش عارفة أنا مينفعش أكمل ترم تاني، مش مؤهلة، مش مؤهلة إيه؟ مش عارفة، ما هو مش مؤهلة وخلاص. انا مش مؤهله، انا مش لسه، انا دلوقتي قاعده مستنيه رمضان وانا مش عارف، انا ما اعرفش اعمل حاجتين مع بعض، ما هي استنى رمضان يا افضل في ترم تاني. وبعدين مش عارفه، حاسه ان احنا داخلين في الفصول كلها، يعني هناخد شتاء وهناخد خريف وهناخد صيف وهناخد رمضان، وفي ناس اللي عندهم اولاد كبار هياخدوا معايا عيد وبعد عيد. طب انا هعيد ولا هعمل ترم تاني ولا همتحن ولا هذاكر ولا هعمل ايه؟ انا مش عارفه، انا لحد دلوقتي انا مش عارفه ومش عارفه اخد بقى خطوه. يعني انا المفروض دلوقتي هو بقى انه هو تلات داخلين فيه كام يوم، مش مقتنعه، اقنعوني اقنعوني ان في ترم تاني. مش مقتنعه نهائي، مش مقتنعه خالص والله. لو عملته ايه مش هقتنع، ولا عندي طاقه اقعد افتح بقى كتب ويلا يا حبيبتي يلا جيم جمل يلا الف مش عارف ايه يلا، او انا اخر عنب عقل. مش هعرف اعمل اكتر من كده، مش هعرف. انا مش عارفه، انا مش عارفه، ما حدش يقنعني بان الموضوع سهل. الموضوع مش سهل، وانتوا على فكره مش مستسهلينه على فكره خالص. انا عارفه، انا عارف ان على فكره الناس كلها كده، الناس كلها والله مش عايزين ترم تاني ومش عايزين الكلام ده خالص. مش عارفه اعمل ايه، ايه الحل؟ مش عارفه مش عارفه. طب انا عايزه رمضان، عايزه رمضان دلوقتي يجي، المفروض كده اجهز نفسي وابقى مؤهله نفسيا كده، مؤهله كده من جوايا ان انا استنى رمضان بقى ونعمل كل العبادات واوصل لسلام نفسي كده معين عشان اسامح كل الناس واستقبل كده الشهر الكريم. انا باخد قبل ده شهور بستعبط، اه بستعبط مش مشكله، انا مش واقفه اعمل حاجتين مع بعض خالص. مش هعرف مش هعرف، انا مش هعرف. وبعدين بالنسبه بقى، هندفع فلوس دروس ولا هندفع فلوس مدارس ولا هندفع فلوس تمارين ولا هندفع فلوس رمضان بقى حاجة رمضان؟ ما احنا لازم، ما احنا رمضان ده الشهر اللي احنا ممكن نجيب جميع انواع الاكل والحلويات فيه، ولا هنجيب هدوم عيد؟ وهنجيب بقى صيفي ولا هنجيب شتوي ولا هنجيب خريفي؟ الموضوع كبير كبير، عايز له قعدة كده كبيرة، عايز له قعدة كبيرة جدا. المهم يعني لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة، واستنوا الفيديو الجاي هكلمكم عن موضوع مهم جدا 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 لكل كده واحدة يومها مشغول بالمواقف وبالمشاوير اللي رايحة جاية دي، هقول لها تعمل ايه عشان يبقى اليوم خفيف كده خالص خالص والمشاوير تبقى لطيفة وحلوة قوي. استنونا الفيديو الجاي واللايك، ما تنسوش اللايك، واهلا بيكم في عيلتنا صغنونة. يلا باي باي.